شهدت مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه نقلات نوعية في التنمية الشبابية، حيث آمن سموه بالاستثمار بالشباب من أجل تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الكويت. فقد كان لسمو طيب الله ثراه إسهامات فاعلة بتطوير العمل الشبابي في البلاد، إيمانا منه بأن الشباب هم الثروة الحقيقية التي لا تنضب. شباب الكويت هم ثروة الوطن الحقيقية وعدته وأمله ومستقبله، هذه هي كلمات سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه. آمن بهم فكان الأب الحاني لهم والسند الأول لأبنائه والداعم الأكبر لكل إبداعاتهم وقدراتهم الخلاقة. لا يخفى على المجتمع الكويتي أن في الفترة العشر سنوات الأخيرة تم الاهتمام في قضايا الشباب وإنجازات الشباب بشكل مميز في عهد المغفور له. كنت أتعجب من هذا الرجل وهو يقف ساعات لتكريم الشباب في مختلف المحافل، وكان يصر أن يتم تكريمهم شخصيا. كان سموه داعم أيضا شخصي لكثير من الشباب سواء في تحصيلهم العلمي أو في مشاريعهم من خلال دعمهم المباشر ولقائهم أيضا. من خلال عملنا في المجال الشبابي كنا دائما نلتمس حبه واهتمامه الصادق في الشباب، مو بس من خلال الخطابات اللي كنا دائما نسمعها واللي فيها توجيه وتوصية بالشباب، لكن أيضا لما كان يكون موجود ويشوف أبناء الشباب سواء يتكلمون يتكرمون كان يحتضنهم في عيونه في ابتسامته، كان حب حقيقي وصادق لا تشوبه أي شائبة. وأيضا هذا الانفجار الهائل في مجال ريادة الأعمال وتنمية الشباب فيه وتمكينهم في أنهم يديرون مشاريعهم الخاصة أيضا ينبع من اهتمام أبوي حقيقي بأن يتمكن الشباب الكويتي ويقف على أقدامه. كان دائما رحمه الله يوجه بتقديم كل ألوان الدعم للشباب الكويتي بتوفير تسهيلات كبيرة لتمويل مشاريعهم وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعترض طريق نجاحهم وإنجازاتهم. صاحب السمو كان حريص في الاهتمام في شريحة الشباب من خلال إطلاق ديوان الأمير لمشروع الوطني للشباب الكويت تسمع، والذي ساهم بتطوير ومؤسسة العمل الشبابي التنموي في دولة الكويت، وكان حريص دائما في كل خطاباته وفي كل توجيهاته للمسؤولين بدعم وتمكين هذه الشريحة وتمويل مشاريعهم سواء المشاريع الربحية أو المشاريع التنموية والثقافية ومختلف المجالات. اليوم مصابنا كبير وعزاؤنا كبير لوفاة هذا القائد والداعم الأول للشباب الكويتي سموه رحمه الله. كان دائما يحث على الاستماع الشباب، إشراكهم واعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا البلد. الراحل الكبير وضع الشباب في مقدمة اهتماماته ليكون تدشين العمل المؤسسي الشبابي من أهم العناوين التي تصدرت إنجازات حياته طيب الله ثراه. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.